تشكيل تحالف عربي بقيادة سعودية لقصف مواقع الحوثيين في اليمن يؤكد في الحقيقة اختلاف المصالح ويحفز اندلاع حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. السبب الذي يجعل من اليمن بلدا في غاية الأهمية هو أنه بلد لم يعرف عنه تاريخيا أنه كانت تسوده النزعة الطائفية. أما الموقف الإيراني الذي تعزز خلال الأسبوعين الماضيين أو خلال الأشهر الماضية أيضا فهو يشكل تهديدا للدول السنية في المنطقة. وتقود الرياض تحالفا عسكريا يضم نحو 10 دول. بدأ ليلة الأربعاء والخميس شن غارات جوية على المتمردين الحوثيين والمتحالفين مع الوحدات العسكرية تلك الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والذي كان أجبر على التخلي عن الحكم في 2012. ومن معقلهم في صعدة شمال اليمن توجه المتمردون الحوثيون إلى العاصمة صنعاء وسيطروا عليها في أيلول سبتمبر من عام 2014 ثم سيطروا على عدة مناطق في الوسط والغرب. قدم الأمن والأمان والاستقرار وحرية الشعب وكل خدمات الشعب. وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية أنه مستعد لمواصلة عمليات القصف حتى يوقف المتمردون تمردهم على الرئيس عبد رب منصور هادي الذي لجأ إلى الرياض وليس متوقعا أن يعود حاليا إلى اليمن. القوات التي دعمت الرئيس هادي ستصطف وراء المملكة العربية السعودية وتستغل ذلك لمآرب شخصية. المشكلة هي أنه سوف لن توجد حرب أهلية من منطلق صراع بين جبهتين، فسوف نشاهد جبهة الحوثيين من جهة وجبهة المقربين من هادي من جهة ثانية، فضلا عن حضور للقاعدة التي ستعمل من أجل أن تستغل النزاع لتحقيق مكاسبها. الكل يبغي تحقيق مآربه في اليمن، لكن مشاكل اليمن لا تتوقف عند الحوثيين، فالبلاد تشهد حركة انفصالية كبيرة في الجنوب ازداد زخمه مع سيطرة الحوثيين على الشمال، كما تعاني من نشاط تنظيم القاعدة والمجموعات المتطرفة الأخرى التي قد تستفيد من الوضع الحالي لتحقيق مكاسب على الأرض.